يمكن أن تقول للناس اذهبوا إلى بيوتكم لمجرد أنه هناك طاولة حوار. الانتهاكات لم تتوقف. لدينا إحصاء فقط من شهر إبريل ومي حتى أوغست أكثر من 700 معتقل، أكثر من 700 معتقل ناشط سياسي تم اعتقاله في البحرين، أكثر من 1300 مداهمة للبيوت منذ يناير. يعني حركة الانتهاكات لم تتوقف، وهذا ما يعطي التبرير العادل من أجل أن يرفع الشعب البحريني صوته مطالب بالعدالة والمشاركة الحقيقية ورفع الظلم عن هذا الشعب. هو الشاهد الوحيد على ما جرى لشعب البحرين من كبير ومن صغير. يعني إذا أحد شاف جرحى وشاف مصائب وشاف شهداء هم الطاقم الطبي، لذلك الطاقم الطبي تم الاعتداء عليه والاعتداء على أخلاقيات مهنته بسجنه في داخل السجن.